ودع النحافة قبل فتح الفيديو. كيفية زيادة الوزن وعلاج النحافة المزمنة بمجموعة من المكونات الطبيعية 100% اللي غادي تخلي الجسم ديالكم جذاب، وفي نفس الوقت غادي تزيد الوزن ديالكم في أسبوع إن شاء الله بإذن الله. كذلك هذه الوصفة كتزيد في القوام ديال الجسم وكتزيد في الوزن بسهولة، والأهم من هذا الشيء كامل أنها عندها فوائد كثيرة على العظام والكتافة ديالهم، كذلك كتزيد في الطول ديال الجسم ديالكم بالنسبة للناس اللي أقصارين. غادي نتقاسم معاكم الأسباب ديال النحافة وعلاش كتعانيو من هذا المشكل ديال النحافة في هذا الفيديو، وأكيد غادي نعطيكم معلومات لأول مرة كتعرفوا عليها. كنتمنى لكم فرجة ممتعة وانتوزوا مباشرة للحلقة ديالنا، بقوا معنا حتى الأخير. بسم الله على بركة الله. وقبل ما كنتكلموا على أي وصفة ضروري ما نتكلموا على الأسباب الرئيسية اللي كتخليكم أنكم تعانيوا من مشكل النحافة بالنسبة لهذه الوصفة الجديدة 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 بزاف. حيدا شعرها زاد من تما كاين. ربما يقدر يكون عندكم الا كنتو كتجربوا وصفات وما تتغلاضوش ما تزيدوش في الوزن ديالكم، ربما يكون عندكم مشكل او خلل في الغده الدرقيه، بحيث ان الافراز ديال الافرازات ديال الغده الدرقيه كيقدر يسبب لنا بعض المرات مشكل ديال النحافه او الضعف كيف ما كنسميوه بالعاميه المغربيه. هنا كيف كتشوفوا معايا خديت احد المكونات المتواجدين واللي كنستعملهم بزاف اللي هو الكورنفليكس او رقائق الذره، لكن ما غاديش ناخذها عاديه انما غادي ناخذها اللي غادي تكون مسكره. ما تنساوش ان بزاف الناس كيعانيوا من مشكل ديال النحافه لانهم تيكون عندهم اسهال مفرط او قيء، بحيث ان الجسم ديالهم ما تستافدش من المكونات الغذائيه اللي كياخذوها بالمره. فوالا كيف كتشوفوا معايا. حنا بالنسبه لهذه الوصفه اللي غادي نستعملوا ما غاديش نزيدوا فيها او لا غادي نعتمدوا فيها على السكريات، وغنعتمدوا فيها على المشروبات الغازيه، وغادي نعتمدوا فيها على اشياء اللي هي مضره بالصحه ديالنا، انما غادي نعتمدوا فيها كيف ما كتشوفوا على اشياء اللي هي طبيعيه 100% اللي من خلالها غادي تخلي الجسم ديالنا اول شيء في صحه جيده، في نفس الوقت غنكتسبوا وزن زائد بدون ما ملي نحبسوا الوصفه ينزل لنا الوزن. واكيد ما غاديش نستعملوا غير الشوكولاته فقط، والمكون اللي سبق وتكلمنا عليه غتبقى تتحرق عاد غادي يدوزوا الصيف ان شاء الله باذن الله في الحراره التامه. شعلت في لا اله الا الله تتحرق عاد غادي ترتاح، وهذيك الساعه دوز الصيف في الحراره. انما غادي نضيفوا مكونات اخرى اللي هي كاس ديال اللوز اللي غادي نكونوا خديناه ودخلناه للفران حمرناه مزيان، ومن بعد غادي نكونوا طحناه. غادي نضيفو معاهم كذلك كاس ديال الزنجلان اللي غادي نكونو خديناه نقيناه من بعد ما نكونو غسلناه ونشفناه، من بعد غادي يتحمر ويتهرمش نص تهرميشه. نضيفوه مع المكونات. غادي نضيف كذلك 4 المعالق ديال الفوة، وحنا عارفين انها كتزيد اول شيء في الوزن، كذلك كتعالج لنا فقر الدم، وكذلك كتعطينا للجسم ديالنا هذيك القوه اللي كل وحده فينا كتبحث عليها خلال اليوم ديالها، لكن غير ما يستعملوهاش اللي تيكونوا غلاضات. غادي نخلي الخليط ديالي جانبا، وغادي ناخذ كويرتات كيف ما كتشوفوا، واكيد بالنسبه للخليط غادي نضيف عليه مكونات اخرى.
غادي نوضع هاد الكويرتات اللي غادي يكون الحجم ديالهم صغير. غادي نحتاج هنا جوج ديال الباكيات تقريبا. فوالا كيف كتشوفوا، غادا نضيف على المكونات اللي عندي نص كاس ديال الصوجة، غادي نضيف كذلك كأس ديال الحمص اللي غادي نكون خديته وحمرته وطحنته، ومن بعد غادي نبدا نستعمله. اكيد من بعد ما غادي نغربلو، غادي نكون كذلك ضفت على المكونات اللي عندي 4 المعالق ديال الكتيره اولا سكودي اللي توفر عندكم، وغادي نضيفو كذلك 2 معالق ديال النفع. من بعد ما غادي تخلط هذاك الخليط كامل اولا المكونات كامله اللي سبق وتكلمنا عليها وهضرنا عليها، غادي ناخذ واحد الطبيسيل اللي غادي نوضعو هكا، وغادا نبدا نعمر هاد الكويرتات ديالي. ما تنساوش استعمالكم للمكسرات كيزيد الوزن بشكل كبير، بحال اللوز، بحال الفول السوداني، بحال القرقاع او الجوز، كذلك ممكن انكم تعوضوا الشوكولات بنصف كيلو او كيلو من التمر اللي غادي نقدروا نكونوا خديناه وفورناه، ومن بعد نبداو نستعملوه. حليب جوز الهند من بين الاشياء اللي كتزيد لنا الوزن وكتعطينا كذلك هذاك الشكل الجسم ديالنا اللي متناسق واللي عامر كيف تنقولوا. وبالنسبه لهاد الوصفه راه ما تتعمرش غير بلاصه وحده، انما كتقاد القوام ديال الجسم ديالكم كامل. كذلك نحاولوا ما امكن اننا نعتمدوا على اشياء اللي فيها البروتينات بحال البيض، المكسرات، وكذلك المصادر ديال الكربوهيدرات اللي كتدخل في الخانه ديال المعكرونه، الخبز، البطاطس المهروسه، البانكيك، وحبوب الافطار. نحاولوا اننا ما نبقاوش ناخذ وجبات صغيره ملي قرب الغداء اولا ملي كيقرب الطبق الرئيسي، ونتمنوا كذلك اننا نبعدوا شويه على القهوه والمشروبات الطاقيه لانها كتسد لينا الشهيه. ما نساوش كذلك حاجه اللي هي جد مهمه، ان الجسم ديالنا نخليوه يتبنى الاشياء اللي كتحتوي على فيتامينات، معادن، ومصادر غذائيه غنيه، ونحاولوا نستشروا الناس الاختصاصيين في التغذيه، ربما تكون عندنا حاله ديال سوء الامتصاص ومشاكل صحيه اللي ربما ولو نديروا وصفات هكا طبيعيه ما كيتزادش الوزن ديالنا. دونك هنا خصنا نعرفوا السبب الرئيسي ديال هذا نقصان الوزن او النحافه منين جاي عندنا، اولا شنو هو السبب الرئيسي ديالها. ما نساوش كذلك حتى بالنسبه للناس اللي كيمارسوا كما تنقولوا اعمال اللي هي شاقه اولا متعبه، انهم يزيدوا في الكميه اللي كياكلوا باش هكا يكون عندهم عمر اول شيء العضلات، وكذلك الجسم ديالهم يكون باني هذيك الكتله العظميه اللي كتكون سلبه. ما تنساوش تشربوا كميه كبيره من العصائر اللي كتحتوي على الموز، وكذلك كتحتوي على الافوكادو، وكتحتوي كذلك على الجوز لانها كتزيد الوزن. بعد من القلق والتوتر انه من بين الاسباب اللي كتكون الاسباب اللي كتسبب
المشكل ديال النحافة أو الضعف، وكذلك كتسبب حتى قصر القامة. بالنسبة للوصفة ديال قصر القامة أكيد إلا بغيتو الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله نتكلم على هذا الموضوع، وأكيد نعطي وصفة بخصوص هذا الموضوع. وهنا نبغي نقول لكم أن الكويرات ديالنا من بعد ما غادي نوجدوهم ونعمروهم غنوليو ناخدوهم مع الحليب اللي مخلط بالأفوكادو، من الأفضل والأحسن.